كابتن علاء، الف مبروك، فوز مهم للنادي الاهلي، بيبتعد بيه النادي الاهلي عن بالصداره عن اقرب منافسين. ثلاث نقاط مهمين جدا، دي ده النهارده المهم في المباراه، وابتعدت على الصداره وبتاخد خطوه مهمه جدا عشان ان شاء الله ترجع درع الدوري العام. صحيح، دي نقطه يعني ايه متفقين عليها ونخليها على جنب. انت النهارده ثلاث نقاط كسبتهم الشوط الاول بس، ثلاث نقاط انت حسمت المباراه كلها الشوط الاول 2-0، وكان شكلك احسن وبتروح لجول كتير، شكلك العام مقدم مباراه كويسه يعني، باستثناء زي ما كان اسامه بيتكلم في اول 10 دقائق بس كده، ده الشوط الاولاني. لا ما كانش ده الشوط الاولاني 10 دقائق بس، وبعدين انت خلاص سيادة المباراه تماما وبتحرك كويس قوي ومفيش اجهاد على لعيبتك وبتلعب الكره السهله، الحركه سهله جدا زي ما اتفقنا كلنا بالاستوديو، النهارده عايز تكسب لازم تحرك كتير قوي من غير كوره، ولازم الكره كلها تطلع سليمه لحد، ودايما لازم تلعب كله الخطوط كلها قريبه من بعض. الشوط الاول عدى عليك تقريبا فرصه واحده اللي ضيعها شكري نجيب، وتصدى لها الشناوي ببراعه النهارده، والشناوي النهارده عمل الانفراد ده الشوط الاول، والشوط الثاني هايل الشناوي النهارده. صحيح. هايل، حال لو حد غير الشناوي النهارده موجود لا انت كنت السبب الاهداف. هي دي قيمه حراس المرمى الكبار اللي لما بتبقى محتاجهم في وقت انت مش فايق فيه فرقتك وبتحصل فيه اخطاء، هو اللي بقى موجود بيتصدى ليك، هو اللي بيشيلك، هو ده قيمه الحارس الكبير. قيمه الحارس الكبير مش باسمه، مش بيلعب في النادي الاهلي ومش بعدد مبارياته، لا لا لا، في الاوقات اللي هو النهارده دي انت كنت محتاج الشناوي. مظبوط، معلش مع احترامي الكامل لاي حارس مرمى كان موجود النهارده في الكرات اللي اتعامل معاها الشناوي، كنت هتساقب الهدف واثنين، لانك النهارده الشوط الثاني حصل تغيير كامل فريق النادي الاهلي. واخر كلمه قلتها معاك هنا يا ايمن، قلت لك نزل الشوط الثاني دور على الثالث والرابع، لان فرصه النهارده لعبتك شكلها كويس، لعبتك فايقه، بتحرك في الملعب بين سايباك كويس قوي، متحكم في كل اماكن الملعب، ما عندكش مشكله في حاجه خالص. ده اللي انا توقعته وده اللي قلت هينزل بيه المفهوم الشوط الثاني لعبت النادي الاهلي. جميل قوي تخرج الشوط الثاني 2-0، اي مدير فني بالنسبه له احسن نتيجه يتمناها في حياته، مش واحد لا، ده انت خارج اثنين وفرقتك اثنين، مش سرقه، اثنين لعب كويس قوي وشكلك حلو قوي. المفروض ايمن الشوط الثاني ابني على نهايه الشوط الاول، ما ارجعش الخطوه اللي تخلي شكلك شوط تاني نتكلم كوره مش حلو. انت عارف لو 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 العكس انا كنت هتبسط، لو انت لعبت الشوط الاول وحش والشوط التاني عكست وشكلك كان حلو قوي انا كنت هتبسط جدا كمان. هو احنا مبسوطين برضه عموما يعني. لا انا قلت كلمه ايه؟ خدت من المباراه الحمد لله والف مبروك الثلاث نقاط. دي الاهم، لكن لو نتكلم كوره في حاجات انت دايما بتدور على مرحله احسن حاجه لفرقتك، الكمال لفرقتك، ومفيش حاجه كامله، بس انت كنت تامل استمراريه اللي حصل الشوط الاولاني الشوط الثاني. كلنا لا كلنا وسالت يعني. كابتن شيكو نفس الاداء عادل. كان يقول لك انا اتمنى اشوف النادي الاهلي الشوط الثاني زي الاول حتى ما جبتش اهداف. تخيل بقى، لان شكلك حلو لما بتمسك الكوره، انتشار حلو قوي، اللعيبه شافوا بعض كويس قوي، وكله شاف بعضه، التايمنج بتاع اي تمريره امتياز، ويبان لك في التمريره بتاعت حسين الشحات الهدف الثاني، الناس كلها احنا بنقولها بلغه الكوره، الناس كلها فايقه، تركيز عالي جدا وبتفكر بسرعه، طول ما انت بتفكر في السرعه انت هتتحرك كويس. حصل ان هيحصل كسل، مكسل تجري، اجهاد انت اللي عملته على نفسك، اللي كان معايا كابتن اللي انت اللي عملته على نفسك، وهقول لك ليه دلوقتي، اللي بيتكلم معايا كابتن شريف. اللعيب مجهد، ومش مجهد بدنيا، هو مجهد ذهنيا. اول ما تبقى مجهد تاكد 90% من قراراتك خطا. خطا النهارده الشوط الثاني بيبقى ماسك الكوره بتلعبها بتباصي للعيب لابس ازرق، لعيب احمر لابس، انت فاهم انت وصلت لمرحله ايه؟ عشان كده بقول لك ايمن دايما كل مباراه خد منها الحاجه الحلوه، الحاجه الحلوه النهارده الحمد لله 3-0، نتيجه حلوه قوي، مفيش ما استقبلتش اهداف وثلاث نقاط. تاخد الحاجه الثانيه ان الشوط الثاني لا، لازم الشوط الثاني كان يبقى احسن من كده اداء. ايوه اداء لازم يبقى شكلك حلو قوي قوي، لانك انت بادئ كويس، دايما بدايتك الكويسه بتديك الدفعه انك تكمل المباراه بشكل كويس، عكس خالص لما تبدا وحش وترجع خطوه 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 تنهي كويس. لو سالتني اقول لك انا اتمنى انهي بشكل كويس، انت فاهم؟ لان دايما اخر لقطه هي اللي بتعلق معاك، اخر نهايه بتعلق معاك. الشوط الثاني لا، النهايه كانت الجول الثالث، فبرضه يعني ماشي. يعني النهايه حلوه يعني. انت عايز تخش على النهايات السعيده، خلينا النهايات السعيده والف مبروك. هنتكلم في النهايات اللي انا ما بحبش اسمعها، بلاش نتكلم فيها، بس كده لحد كده، لان الكلام مش هيبقى
سعيد. لا احنا بنتكلم على ان النادي الاهلي في ظروف ضغط المباريات. انا لو سيبنا اتكلم هتكلم، فسيبنا اتكلم. ما انا سابك تتكلم يا كابتن. لا انت والله سابك تتكلم. نخش على نهايه السعيده، سيبنا على نهايه السعيده زي ما احنا. انت قلت النهايه السعيده اللي حصل، فالهدف الثالث كان نهايه سعيده للمباراه. اجهادك اللي حصل النهارده انت كنت متخلص منه في حاجه سهله قوي، انك تأدي الشوط الثاني على مزاجك انت مش على مزاج فاركو. تقلل مساحاتك قوي، هي الكره تتحرك وتعمل كل حاجه. انت النهارده عملت العكس ايمن. حلاوه الشوط الاول في ايه؟ اللي انت اللي احنا عجبنا كلنا في ايه؟ الكره بتتحرك من رجل لرجل لرجل ودايما في حد فاضي. الشوط الثاني حصل العكس، كسل في الحركه، بوعد وخطوط بقت كلها حاجات، كلها مسافات جري، لدرجه الكره اللي كان بيتكلم عليها كابتن شريف، محمد شريف وصل للكوره ومش لاقي حد، لسه حد يكمل، لان كميه جري كتير قوي. لما اكون مجهد ايمن، وكلنا دخلنا في الموضوع ده، انت ازاي تريح نفسك انت كلاعب كوره؟ حتى مش تغييرات من بره من كولر، انت كلاعب كوره دور على اسهل كوره ممكنه واقل حركه ممكنه في الشوط الثاني. وكده احسن حاجه ايه؟ انك انت كسبان اثنين، النهايات الحلوه اللي انت بتقول عليها، انت خارج الشوط الثاني النهايه مش سعيده، دي سعيده جدا، 2-0 وبشكل ممتاز. الشوط الثاني انت اللي تسير الشوط الثاني زي ما انت عايز. انت كلاعب كوره مش كولر من بره ولا حد، انت كلعيبه نمشي الشوط الثاني زي ما احنا عايزين. لما لقيت فاركو بدا يهاجم بشراسه وتغييرات كلها هجوميه وبدا يروح على الشناوي، لا لازم في الملعب نهدى، حد في الملعب. هي دي دايما المشكله احنا بنتكلم فيها، حد في الملعب يا جماعه اهدوا الكوره من رجل لرجل مش اكتر من كده، لان فاركو انت اللي اديت، انت اللي اديت فاركو ان الشكل يبقى كده. انا دايما بقول لك كلمه هنا، انت اللي بتخلي في شكل الفريق مش جامد قوي ومهلهل زي الشوط الاول بتاع فاركو، وانت اللي بتدي فرصه للمنافس اللي يخش معاك في شكل اللعب. حصل النهارده والله بنفسي بقول لك، الشوط الاول انت سالتني على فاركو، قلت لك فاركو ولا بيدافع ولا بيهاجم. ليه؟ لان انت مستحوذ على الملعب كله، انت بتتحرك كويس قوي، لعبتك فايقه، لعبتك بتتحرك في كل الملعب، تمريراتك كلها 90% كلها سليمه، لعبك كله خطوره على الجون، معظم لعبك لقدام، عشان كده اشادنا بكوندوسي ان هو بيلعب دايما لقدام. هو ده اللي انت عايزه، ده الشكل اللي انت بتحب تتفرج عليه. انا بتكلم دايما بركز في السلبيات لايمن، انا بحب اشوف فرقه النادي الاهلي في احسن شكل، احلى شكل. النهارده 3-0 شكل جميل. كنت النهارده الشوط الثاني كنت ممكن تاديه زي ما انت عايز، مش زي ما فاركو لعب مفتوح مش فارق معاه حاجه خلاص، انت بقى براحتك جدا تمشي المباراه زي ما انت عايز، وكنت ممكن 3-4، بس انت بعدت خطوطك شويه. سمحت لفاركو، كان الاستاذ بيتكلم معايا قبل ما نطلع، بثلاث اربع فرص خطيره. عشان كده بقول لك الشناوي الشوط، احنا كلنا بنشوط بالشناوي الشوط الثاني ليه؟ لان انت جت عليه خطوره. الشوط الاول واحده في ضمن 47 دقيقه حاجه مش مشكله، لكن اما تيجي تسالني على النهارده اليوم كله، لا جميل. الحمد لله 3-0، 3 نقاط مبروك، خطوه، انا بقول خطوه كبيره جدا. درع الثاني، الدرع يرجع ثاني ان شاء الله ان شاء الله رب العالمين باذن الله، والقادم ان شاء الله احسن، او القادم مجهد. ده بقى المجهد بجد بقى، اللي هو المباراه القادمه دي اللي فعلا فيها اجهاد على اللعيبه، بتمنى يا رب يقضوها ان شاء الله بمكسب وعدم اصابات، لان انت كل المباريات دي انت ما تهمكش في حاجه يا ايمن، انت يهمك ماتش الرجاء توصل لعيبتك كلها ان شاء الله سليمه باذن الله، كلها في حاله ان شاء الله فنيه عاليه. لكن طبعا الف مبروك، والف الف مبروك على 3 نقاط النهارده.